هاي مسألة اف اوف اس بتساوي واضح انه هذا بقدرش اعمله بالدياجونال كانونيكال 4 لانه عندي في ريبيتد بولز عندي ماينس 3 ماينس 3 وعندي هون ماينس 6. هلا بنعمل رح نعمل بارشل فراكشن اكسبانشن فرح ناخذ a على s بلس 3 سكوير زائد b على s بلس 3 زائد c على s بلس 6 من هون. هلا شو الطريقة اللي كنتوا تستعملوها؟ كنتوا تعملوا معادلات أو بتعمل الريزيجو طريقة الريزيجو. إذا هون حللتها من هذه من هون بيطلع معي النتيجة A بتساوي 18 B بتساوي ناقص 6 C بتساوي 6 فبتصير هذه من هون بتساوي 18 على s plus 3 squared ناقص 6 على s plus 3 زائد 6 على s plus 6. هلا هون بدنا نطلع عندي المفروض يكون كم state variable عندنا؟ لازم يطلع 3 state variables نشوف كيف بدنا نعمل هدول 3 state variables. ناخذ هون هادي 1 على s بلس 3 متبوعه ب 1 على s بلس 3. هدول انا مضطر احطهم ان سيريز مع بعض، ما في طريقه معينه، بقدرش اعمل فول دايجونالايزيشن. بقدرش احط 1 على s بلس 3 و1 على s بلس 3. اصلا من هون مبين انه ما بزبط مش هيك؟ البارشل فراكشن اكسبانشن ما بسمح لي، لو حاولت ما بزبط. ماشي واضح فاهمين علي شو قصدي؟ لو حطيت a على s بلس 3 زائد b على s بلس 3 زائد c على s بلس 6 ما بيطلع معك شغل. اوكي؟ جربها وشوف. كل فاهم شو القصد هون؟ مجبور اذا عندي ريبيتد بولز مجبور اعملها بهي الطريقه، بيطلع معك جواب غير منطقي، بيطلع قيم a وb وc متناقضه. ماشي الكل فاهم؟ اذا حاولت تعمل هاي، يعني اذا حاولت تعمل partial fraction expansion a على s بلس 3 زائد b على s بلس 3 زائد c على s بلس 6 هذا بيطلع غلط. ما بقدرش تحلها، ما بقدر تطلع جواب. جربها نتاكد؟ متاكدين؟ مقتنعين؟ طيب. اذا صارت عندي هاي هلا هون ان بارلل معها بدي احطها 1 على s بلس 6. دي ما عندي، الاوردر عندي هون. الاوردر هون اقل، فدي طبعا هون بتساوي زيرو. هلا راح نسمي هذه x2 of s وراح اسمي هاي x1 of s. واضح انه عندي x1 of s هو output of an integrator، وين الانتجريتر موجود؟ تاخذ 1 على s بلس 3، 1 على s بلس 3 هو عباره عن نيجاتيف فيدباك بمقدار 3. هذا هو نفسه 1 على s بلس 3 وهذا هون 1 على s بلس 6 نفس الشيء، فالاوتبوت تبع هذا الانتجريتر هو نفس النقطة هاي، فالنقطة هاي هي نفس النقطة الداخلية اللي هي الاوتبوت تبع الانتجريتر من هون. هلا راح نضرب هون في كونستنت، نضرب هون في كونستنت، وبعدين راح آخذ كمان من هون نضرب في كونستنت. هلا هذا s 1 على s بلس 3 في ايش مضروب؟ ناقص 6. بعدين عندي النقطة هاي كأنها صارت مضروبة 1 على s بلس 3 في 1 على s بلس 3 2 اللي هي صارت 18 وآخر واحد اللي هو s بلس 6 مضروب فيه 6. لاحظين شو اختلف هذا عن الدياجونال كانونيكال 4؟ الريبيتد بولز اللي هون اضطريت اني احط تو فيرست اوردر سيستمز ان سيريز. لو انه كان ديستينكت بولز كان بكونوا هدول ثلاثه، بكون الاول والثاني والثالث من هون. هلا هدول بجمعهم فبعطوني واي هات اوف اس، بعدين عندي هذه زيرو اللي هي دي،
وسكيلر لانها سنجل انبوت سنجل اوتبوت. ضغطيني هون واي اوفر هلا حطيناه بهذا الشكل. هلا بدنا نكتب المعادله. ناخذ المعادله، اي نوع ممكن ناخذ هذه المعادله من هون؟ x1 of s على x2 of s بيساوي 1 على s plus 3. بصير عندي x s x1 of s plus 3 x1 of s بيساوي x2 of s. ننقلها على الجهه الثانيه، بصير عندي s x1 of s بيساوي minus 3 x1 of s plus x2 of s. فبصير عندي المعادله x1 dot بيساوي minus 3 x1 of t زائد x2 of t زائد u of t. مضبوط، هاي اول معادله. المعادله الثانيه ايش ممكن ناخذ كمان؟ عندي هون هاي u of s او u of t، وعندي هون هي في علاقة مباشرة هون بين يو اوف تي بتستغل يو اوف تي صح؟ نعم صفر. اه انا حطيت واحد هون صفر زيرو يو اوف تي. بعدين عندي ناخذ المعادلة مثلا هاي، لو اخذنا المعادلة اللي موجودة هون عندي x2 اوف اس على يو اوف اس بتساوي كمان واحد على اس بلس 3. من نفس المعادلة بصير عندي x2 dot زائد 3 x2 of t بتساوي u of t. فبتصير عندي x2 dot بتساوي minus 0x1 0x1 of t minus 3x2 of t زائد u of t. هاي تاني معادلة. والمعادلة هاي اللي هون كان عندي هون مظبوط واحد، مش هيك؟ هاي مظبوطة واحد. وآخر معادلة هون اللي هي بين x 3 of s و u of s، عندي x 3 of s على u of s بتساوي واحد على s plus 6. فبصير عندنا هون x 3 dot of t زائد 6 x 3 of t بتساوي u of t. فمن بتصير عندي هون x3 dot of t بتساوي 0x1 زائد 0x2 ناقص 6x3 of t زائد u of t. إذا طلع عندي هون u of t، طلع عندي هون u of t، وهون عندي 0، فبتصير a شو بتساوي؟ إذا جينا طلعنا هون عندي minus 3 واحد و0 x3 minus 3 واحد 0. معادلة الثانية عندي 0 minus 3 و0. والمعادلة الأخيرة عندنا 0 0 minus 6 0 0 minus 6. وين الريبيتد بولز؟ هي ناقص 3 وناقص 3. شو حطينا فوق هاد؟ واحد. وبعدين هذا حطينا ناقص 6 لحاله بالاخر. هلا البي ما بتطلع كلها واحد، دايجونال كانت واحد، مش هيك؟ اللي فيهم ريبيتد بولز راح يطلع واحد منهم في زيرو. وين اول معادله؟ هي اول معادله. ايش مضروب هون اليو؟ زيرو. بس هون واحد واحد، الدايجونال كان كله واحد. فعند اول ريبيتد بول من هون هذه بتكون زيرو. سي شو بتساوي؟ حتى نطلع معادله سي ايش لازم نعمل؟ بدنا نطلع واي اوف تي او واي اوف اس. واي هات اوف اس بتساوي واي اوف اس لانه دي بتساوي زيرو، وهاي بتساوي ناقص 6 في اكس 18 في اكس 1. خلينا نحولها مباشره، واي اوف تي واي هات اوف تي بتساوي y of t تساوي 18 x1 of t ناقص 6 x2 of t زائد 6 x3 of t. فبتصير c بتساوي 18 ناقص 6 6، ودي بتساوي 0.